ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معايا النهارده ضيفه بتهتم بكل ما يخص اي ست واي بنت. معايا ضيفه بتهتم بالجمال. معايا ضيفتي الجميله شروق العفيفي. اهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك يا حبت، نورتينا النهارده في الحلقه. تسلمي لي يا قلبي، تسلمي لي. بصي، بما انك خبيره تجميل بقى، طبعا احنا هنسال سؤال كل البنات يعني بتساله لي، يعني عرفت ان انا معايا خبيره تجميل او لازم تسالين معايا للضيفه اللي معاكي. هو بقى سؤال مهم جدا، لما بيكون واحده نازله شغلها، واحده نازله الجامعه، واحده نازله تخرج في اي مكان بس بيكون الصبح، طبعا انت عارفه حراره الصيف تبقى حراره شديده جدا، تقدر تتعامل ازاي مع بشرتها خلال فتره الصيف؟ حبيبه قلبي، قبل اي حاجه انا طبعا سعيده جدا بوجودي معاكي. اول حاجه بقولها ان طبعا مش شرط ان انت لازم تحطي ميك اب الصبح وانت نازله ميك اب كامل والكلام ده، لا خالص. هو اهم حاجه وان احنا بننصح بيها سان بلوك، دي اهم حاجه. ومش شرط ان انت تحطي ميك اب كتير قوي، علشان طبعا ده كل ده بيضرنا ده الصبح. لكن انت ممكن تعملي كونسيلر، حاجه خفيفه كده، ممكن مع الروج مع تحديد الحواجب، بس ده يكفي، ده الصبح بس. تمام. طب ممكن نكمل كلامنا؟ طبعا احنا شغالين مع الموديل، معانا طبعا الموديل ذكرى. اهلا بيكي. بصي يا قمر، بصي كده، ده ميك اب ممكن انت تخرجي بيه الصبح. هي كده مش حاطه حاجه خالص. بصي، حاجه هاديه وحاجه سيمبل قوي هي، بس كل اللي فيها حطها كونسيلر. وطبعا هي عشان هي مش الحواجب ما شاء الله عليها، هي مش محتاجه رسم ولا اي حاجه. والروج زي ما انا قلت لحضرتك ان الروج خفيف خالص، ده ممكن تخرجي بيه الصبح. تمام. بس ممكن احط حاجات بسيطه مثلا تبقى يعني مثلا فلاشر، الحاجات اللي هي الخفيفه دي، الحاجات اللي هي ما تضرش البشره. ممكن توري للساده المشاهدين يعني مثلا حاجه خفيفه مثلا؟ إيه لو جات لك عروسه قبل الفرح بفتره معينه، مثلا ولنفرض اسبوعين او 10 ايام؟ تمام. وطبعا انت عارفه ايه، عروسه بتبقى جايه وشها تعبان جدا وبيبقى فيه دفعات، طبيعي ان هو بيبقى مرهق، بتقدري تتعاملي معاها ازاي؟ ده لازم بقى قبل منها بنعمل حمامات بخار. وطبعا وهي بتهتم طبعا بالجسم، واحنا معاها كمان بنعمل لها حمامات بخار على بشرتها، بنستعمل حاجات طبيه طبعا، ده شيء طبيعي وشيء اكيد، وده اهم حاجه عندنا الحاجات الطبيه. وغير كده كمان طبعا موجود عندنا كل حاجه الحمد لله في البيوت سنتر عندي، طبعا حمامات مغربي، حمام بخار، حمامات بخار لبشرتها، لشعرها، لكل ما يلزم العروسه كله. انا باخدها من اول الاسبوع لحد اخر الاسبوع، لو هي حابه من اول الشهر كمان معايا. وسيان بقى ان كانت عروسه او غير عروسه، وهي حابه ان هي تستعنى ببشرتها وجمالها، طبيعي ان المراه عنوان الجمال طبعا. بس يعني هي انت طبعا بتعالجي الشعر صح؟ بتعالجي الشعر ولا بتعملي حمامات فرد للشعر؟ لا بصي بقى، احنا اول حاجه احنا بنعالج، وكمان معاه الحمامات للشعر، وفي مثلا زي البروتين، ومش اي بروتين كمان. يعني البروتين ده اساسي عندي. يعني لو الشعريه محتاجه انها تتعمل بروتين بقولها تعمل بروتين، مش محتاجه والله انا بنصحها وبديها حاجات طبيه وبمشي معاها بشويش لحد ما اعالج شعرها. تمام. لو جات لك مثلا بنوته شعرها متدمر تماما، تمام، انت ممكن تنصحيها انها تعمل بروتين؟ انا عارفه انت خبيره بروتين صح؟ والله بصي، هو عامه البروتين المعالج مش وحش ومش ملوش أصل. فانا بنصحها بيه يعني لو شفتي الشعريه، لو شفت الشعريه ان هي محتاجه البروتين بعمل بروتين، مش محتاجه بنصحها وبحاجات تانية وخلاص. زي ايه طبعا حاجات يعني حاجه طبيه ان هي مثلا تروح الطبيب والكلام ده، في طبيب ان هو مثلا يمشي مع الشعريه يعالجها من جذور الشعريه. في حاجات يعني ايه، انا تخصصي وفي حاجات تخصص دكتور، فعشان برضو ان انا ما اضرهاش يعني انا بنصحها بالنصيحه الصح. والله لو المعلومه دي عندي انا والنصيحه عندي انا والعلاج بتاعها معايا انا بشتغل عليها، ما كانش فانا بقولها ان هي تتجي للدكتور. تمام. ممكن تورينا كده بقيه الفيس انت بتكمليه للساده المشاهدين؟ ما جبناش اي حاجه ليه يا جماعه. طبعا انت عندك كل حاجه في البيوت سنتر صح؟ انا عندي كل يعني حاجه، يعني عندك الميكروبليدنج وعندك عندي الحمد لله كل حاجه موجوده ومتوفره عندي. بس احنا يا جماعه احنا قلنا ايه دلوقتي؟ احنا قلنا ان احنا الميك اب ده احنا نخرج بيه الصبح،
تمام. تمام مش ميك اب عروسه؟ لا لا مش ميك اب عروسه خالص، ده لا مش ميك اب عروسه. ميك اب العروسه بيبقى حاجات تانية خالص طبعا، وببدا باساسيات وحاجات تانية غير دي، لكن دي انا قلت علشان ده ميك اب للصبح بس. يعني ممكن نركب لينسز، ماسكارا، نظبط حواجب، حاجات بسيطه، نحط بلاشر، روج، حاجات بسيطة جدا ما تكونش باينة، ما تكونش باينة بس انا يعني عشان ايه مش نجهد البشرة. هو يعني هو المستحب ان هي يعني فاهمة يعني كده الصبح تبقى حاجة كده سيمبل. مش مستحب الميك اب كامل يعني الماسكارا والحاجات دي. طبعا كل الحاجات دي ممكن يعني تبوظ لها بشرتها، وطبعا الحاجات دي طبعا وهي رايحه مثلا جامعه بتاع كل ده بيضرها، لكن اخر النهار مثلا ماشي ماشي اوكي، لو سهره بتاع كده تحطي ميك اب زي ما انت عايزه بعيد عن الشمس. بترسمي رسمه كامله للعيد اذا كانت سهره او خطوبه او فرح؟ اكيد اكيد كل تمام. حاجه وليها حاجه طبعا. فيعني انا يعني مش مستحب ان انا احط لها حاجه، لاني انا حابه ان هي تبقى كده الصبح. يعني عشان انا لو انا قلت ان انا مثلا احط لها حاجه زياده عن كده يبقى انا كده بضر بشرتها. اكيد. تمام، ورينا كده الشغل اللي باقي عليها. تمام. اتكلمي كده وانت بتشرحي لنا، احنا عايزين انا شخصيا عايزه استفيد. حبيبتي عينيا ليكي، بس انا بقول لك انا ممكن كده ايه، هنرسم العين حاجة خفيفة قوي قوي. طبعا انت حطيتي الاول خالص في البدايات، حطيتي ايه، صن بلوك وحطيتي برايمر؟ لا 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 البرايمر بس، برايمر بس. صن بلوك لا، صن بلوك بستعمل لوحده. تمام. بعد كده بتحطي فاونديشن على حسب درجة البشرة، على حسب درجة البشرة بستعمل لها. وبعد كده برسم العين من فوق حاجات بسيطة كده، حاجات خفيفة خالص اشادو يعني خفيف بس علشان ما يبقاش مقفور معايا بس يعني مش هو ايه اللي ممكن يضعف فروة شعرنا في الصيف؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن تتعب شعرنا في الصيف؟ والله عشان هو السؤال بتسأل كتير، بتسأل كل خبراء انا التانيين. عايزة اقول لحضرتك على حاجة، هو يعني مش محب نغلي الشعر كتير، هو ممكن مرتين في الاسبوع. طب بالنسبة للحجاب، هل ده صعب ان انا ابقى لابسة طول اليوم لا انتي والله يضعف فعلا بصيلة الشعر؟ لا خالص، بس اهم حاجة ان انتي طالما مستعنية بالشعر وكده خلاص عادي، ما بيعملش حاجة الحجاب، يعني الحجاب جميل ومعروف ان الحجاب ستر. طبعا اللي حابب يتواصل مع ضيفتي النهاردة ارقامها ظاهرة على على شاشة البرنامج، واللي حابب يتواصل معانا على برنامج احلى الناس اتفضل معانا على الفيسبوك. فتحي عينك، فتحي. انا شايفه ان حاجات عاديه جدا وحاجات بسيطه وحاجات ومبينه، مبينه الفيس بتاعها بشكل جميل وهي اصلا حلوه. لاني يعني احنا اتكلمنا ان ده طبعا ده ميك اب وانت خارج الصبح، يعني مش حاجه مقفره ولا حاجه فيها ضرر لينا خالص، يعني دي حاجه هاديه قوي، دي حاجه بسيطه وبرده في نفس الوقت جميله جدا. حابه تعرفي كده عنوانك كده على المشاهدين؟ انا بالبيست الشرقيه، شارع 6 اكتوبر، شارع 6 اكتوبر امام امام فرع موبينيل واتصالات. مدام شروق انت نورتيني النهارده وشرفتيني. تسلميلي تسلميلي. شكرا على المعلومات اللي انت اديتها لنا النهارده، وكل تسلمي. بنت حابه تتواصل مع مدام شروق في بيوتي سنتر احلى عروسه ارقامها هتبقى ظاهره دلوقتي على شاشه البرنامج، على شاشه قناه الصحه والجمال. برنامجنا بيتيح لك الفرصه ان انت تكون موجود معانا هنا، لكل شاب، لكل فتاه، لكل صاحب مبادره، لكل صاحب مهنه، لكل صاحب مشروع، لو حابب تظهر معانا هنا في برنامج احلى الناس تواصل معانا على صفحة البرنامج أو على قناة الصحة والجمال. برنامج أحلى الناس لكل الناس. دمتم في أمان الله.